بس. لكن اخيرا يا استاذ محمود يا استاذ جمال، الاهلي والمصري من سيفوز في هذه المباراه؟ مباراه صعبه ولا لا؟ اخد رايكم بسرعه. لا طبعا مباراه صعبه جدا جدا، ومفيش مباراه سهله على فكره، ويمكن اللي بيصعبها الظروف الاخيره اللي مر بيها النادي المصري بعد ما كانوا رايحين متاهبين للاحتفال بكاس الرابطه. سالت كابتن حشيش بالمناسبه القيد والمش قيد، سالت كابتن حشيش، كابتن حشيش شغال في منطقه القاهره، كابتن حشيش يعني القيد ممكن ده؟ قال لي ايه؟ ممكن. تخيل يعني، هل يعني جريندو اعلن او البنك الاهلي اعلن ان خد جريندو من المصري؟ خلاص ممكن جريندو يلعب مع المصري النهارده. ازاي يلعب ازاي؟ والله ما اعرفش، هو راجل مسؤول سجل في منطقه القاهره. سجل مع مين؟ مع البنك الاهلي. لسه ما تسجلش. ليه؟ هو الموسم ما خلصش بالنسبه له مع المصري. ممكن برضه ممكن ممكن هو الموسم موسم المصري هيخلص امتى؟ يوم الخميس. وبعدين ما هو اذا كان وجهه نظر على فكره المدير الفني، موسم المصري هيوصل هيخلص يوم الخميس. موسم البنك الاهلي بدا من 3 4 ايام. ليه؟ لا طب سؤال، ال 18 لاعب في الداخليه مشوا ليه؟ ما الموسم بتاعهم ما خلصش. ما هم لعبوا كل الناس. لا الداخليه لعبوا، لعبوا محدش مشي، كله لعب. هو ده لا التشكيل الاساسي اللي بيلعب في الداخليه تهيألي، ما عدا احمد رشاد ده، ولا حتى احمد رشاد ده لعب اللي هو الولد ايوه كان النجيل ده، رشاد احمد كلهم كلهم كانوا موجودين. ده كان كلام. المهم يعني خلينا في المصري تحديدا. المصري الموسم بتاعه ينتهي يوم الخميس صح؟ جريندو راح البنك الاهلي اعلن ان هو جاب جريندو. يلعب ولا ما يلعبش؟ كابتن حشيش قال لك ايه؟ يعني قال لي بص هتلاقي بقى في يعني هو مش اتحاد الكوره اعلن حاجه يا اخي. اعلن ايه؟ انه انك انت ممكن تلعب لو عندك صفقات جديده ممكن حقك تلعبها. الصفقات الجديده؟ لا انا ما شفتش. لا هو بيسال الكابتن بعدين. بس اتحاد الكوره دايما لما حاجه زي كده على فكره. لا ما هو احنا كلنا بنحاول احنا دا انا دايما صفحه الاتحاد بفتحها عشان اشوف اي اخبار جديده اي حاجات جديده. لكن الحقيقه ما يعني ما بالمنطق انت مش هتجيب حد جديد هتلعبه. لكن انا بقول لك ايه برضه حاجه غريبه برضه. انا بقول لك اهو ادينا في موقف، انا بقول لك اهو احنا في موقف غريب. موقف غريب. هل جريندو ده يلعب ولا ما يلعبش؟ بالظبط. ماتش صعب يا كابتن. ايوه الماتش طبعاً صعب جدا، ومع تغيير كمان الاداره الفنيه. انت كل ما تروح تلعب مع فريق تلاقي علي ماهر. يعني انت كل ما تروح تلعب مع حد تلاقي علي ماهر بيتولى التدريب. فطبعا بالنسبه لعلي ماهر هو مش مسؤول طبعا عن مسؤوليه مباشره. لا ده اصر ان هو يقود الفريق. ايوه ما اصر ليه؟ اصر يقود لكن هو من حقه ان هو يبتدي مع الموسم الجديد. ماشي ماشي طبعا صح. لكن هو تحمل المسؤوليه فهيحاول برضو ان هو يعمل حاجه ويتواجد بشكل قوي امام النادي الاهلي. طبعا طبعا طبعا. هي بطوله يعني انا مش شايف حاجه على الصفحه بتاعت الاتحاد يا استاذ محمود. ما تدخلش الاتحاد فيه الكره الشاطئيه. اخر خبر اهو والله والله العظيم ما بهزر. اخر خبر يعني يعني انا بحاول اشوف انا هبعتها لك. اصل انا لا انا اصل انا متابع جيد يعني. انا طول ما انا قاعد بفتح عشان يمكن خبر ينزل ده المنفذ يمكن حد ينزل ادور كده عليها وابعتها لك زي ما انا قريتها بالظبط كده. نعم زي ما انا قريت التصريح بالظبط. ماشي. مصدر في اتحاد الكوره. لا انا عايز حاجه رسمي. مصدر في اتحاد الكوره دي انا هجيبها منين يا استاذ؟ ما لا انا هجيبها لك وابعتها لك. لا انا فاهم انا فاهم حتى لو بعتها لي. طب يعني هو عايز حاجه رسمي. الرسمي بينزل على الصفحه. ماشي زي الاهلي كده يعني. احنا النادي الاهلي متعودين على ايه؟ احنا ما بنتكلمش في صفقات. ليه؟ لانه لو اتكلمت في صفقه يبقى حاجه رسمي. اتكلمت في صفقه تعتبر صفقه بالظبط. لكن ممكن ما انتهتش. فنفس الكلام صفحه الاتحاد هي اللي بينزل فيها مثل هذه الاخبار اللي المفروض ان هي رسميه وبيتم ال هم بيريحوا دماغهم. تجهيل المصدر. ما بينزلوش حاجه. هم بيريحوا دماغهم ما بينزلوش حاجه. واحنا نقعد نضرب